اللوحة دي لازم نشيلها من هنا، دي خطر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، احتجبت بنور الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، حضرة موجود هنا. بسم الله، الله أكبر. بس بصليب. الله أكبر. يلا يا صبر، يلا يا صبر، خلاص خلاص سيبها، يلا يا صبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسين، لا حول ولا قوة إلا بالله. البقاء لله. شد حيلك. أسأل الرب أن يمنحها السلام والراحة. الله يرحمها. اسمه النمرود. ده الشيطان الرابع اللي خرج من اللوحة. أنت شفته؟ شفت أثره. هو اللي عمل كل ده. النمرود هو أول ملك من الجن عاند ربنا بعد إبليس. والمعلومات اللي عندنا كلها بتقول انه صعب جدا. ربنا معانا على كل صعب. انا كنت عايز اقول لك على حاجه. ما دام حكمت قبل ما تموت كانت بعتت لي رساله. فتحت الرساله لقيتها اتمسحت. قلقت. رحت رحلها على البيت. وكان حصل اللي حصل. لقيت نفسي لوحدي كده. خدت تليفونها وفتحت عشان اشوف الرساله كانت بعتها لي بتقول فيها ايه. لقيت الرساله اتمسحت. طب ما تودي التليفون لحد يسترجع لك البيانات اللي كانت مسحت من عليه. لحد مين ابونا؟ انا بتعامل مع جن مش بنات. واللي اتمسح ده بيرجعش تاني. وانا مشكلتي دلوقتي اللي انا عايز اشوف اللوحه. طب ما نتصل بكاسي عشان تفتح لنا البيت. ما هو انا المفتاح معايا. أنا آسف بس كنت مضطر أعمل كده. أنا محتاج أروح البيت عشان أشوف اللوحة.
الكتاب ده بيتكلم عن لوحة من البازلت، والمواصفات اللي مكتوبة فيها هي نفس المواصفات اللي في اللوحة دي. مكتوب كمان إن هي منحوتة من جن، وده بأمر من سيدنا سليمان، وإن هي فيها سر عظيم. بس الكفوف والشمعدان ما كانوش موجودين في اللوحة الأصلية. الشمعدان ده علامة قبيلة مليكة، وده قبيلة كبيرة أوي من الجن السفلي. طيب أنا حاولت أتواصل مع دكتور صبحي عبد الخالق، وده كان من الناس اللي موجودة لما اكتشفوا اللوحة دي، بس مستنية يرد عليا، يمكن نوصل لأي معلومة مفيدة. خير. مالك يا صبر؟ استغرب. كنت لما أقفل بوابة تتفتح اللي بعديها. المرة دي بوابتين شر فتحه في وقت واحد. ده معناه إن أنت بقيت أقوى منه. يا رب يا هيثم، يا رب أكون أقوى منه. اللوحة هي في ايه يا صبر؟ انت شايف حاجة؟ اللوحة دي لازم نشيلها من هنا، دي خطر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، احتجبت بنور الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. حضرة موجود هنا. بسم الله. الله أكبر. بسم الصليب. بسم الصليب. يلا يا صبر، يلا يا صبر، خلاص خلاص سيبها، يلا يا صبر. بص يا شيخ صبر، أنا عايزاك تثق في دكتور صبحي، ده عالم كبير، والحمد لله أصلاً إن أنا عرفت آخد منه ميعاد عشان يتكلم معانا. تفكر فيها يا صبر. استغرب ليه النمرود ما ظهر ليش لحد دلوقتي. أما يمكن خايف. لا، مقصودة عشان أخاف، عشان هو عارف إن أنا كده بواجه عدو خيال. طب وأنت ناوي تعمل إيه؟ أخلي الخيال حقيقة وأخليه يظهر لي. مش هتظهر لي نمرود؟ ايه؟ خايف؟ مش عايزني ارحب بيك؟